تشلع جذور ظلم شلعة بالقصد يا حق والميازي لو يجمعون الناس جمع يا ابو الذي ينطلق هنا على أرضية هذا الميدان يسير من البداية يحمل كل الأمال في ختامي مرتقب في انطلاقة مرتقبة في مهرجان جاء بالأمر الكريم والسامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الامر باعلان انطلاق هذا المهرجان الكبير هنا في هذا المكان وفي هذه اللحظة بالذات هنا الحضور الكريم والتشريف السامي لسموه لأرضية هذا الميدان متابعة وبكل رعاية كريمة تأتي لهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا حضور مبارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الآمر بانطلاق هذا المكان الآمر ببناء هذا المكان تحفة ميادين السباقات وفي كل عام يأتي أمره الكريم بانطلاق هذا المهرجان سنويا في قمة من قمم انطلاق هذا الشوط الرئيسي في هذا اليوم المبارك لحظات المتابعة هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية داعم هذه الرياضة العربية الأصيلة ما هذا الحضور الكريم إلا دعم كبير على هذه البداية بسم الله وعلى بركة الله ينطلق شوط السيف سيف الإمارات الذي أعلن انطلاقه وأعلن اندفاعه وأعلن تحدياته في هذه اللحظة المثيرة شوط سوف يحمل الكثير من الانطلاقات من التحدي من النخبة في مسار هذه الكيلومترات الستة التي اندفعت في لحظاتها هنا في هذا المساء 8 كيلومترات هي المسافة التي سينطلق فيها مسار شوط سيف الإمارات الغالي حيث تشارك في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات والاندفاعات ما شاء الله وتبارك الله هناك عموه هناك ضوء المشاركة في هذا الشوط لهجن العاصفة كذلك تتواجد أيضا الشحانية وهناك الدوحة وانطلاق قادم من الوجبة في هذه المشاركة الفعالة كذلك التواجد للغارية بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني في هذا المسار 6 من هذه النجوم تشارك في هذه الانطلاقة تشارك في هذه اللحظات تشارك في هذا الاندفاع الذي بدأ بهذا الحضور الكريم حضور سامي حضور تواصل وأنار الختام هنا نذهب إلى الصدارة نتابع المقدمة نتابع من انطلقت بسير هذا الشوط حملت البداية قادت الانطلاقة تدفع أيضا بهذا الأداء حملت عموه 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 عموت العاصفة عموه عيني عليك العاصفة الله هبت من البداية وقادت عموه هذه اللحظة الجميلة والتي تؤكد انطلاقها واندفاعها ومسارها إلى خط النهاية إلى انطلاقها إلى اندفاعها ما شاء الله 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 سيف الإمارات يحتفل هنا في الإمارات يا سلام 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 إذا هنا تسجل العاصفة هذا الانطلاق تسجل هذه اللحظة تسجل هذا الاندفاع تسجل هذا المسار عموه 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 تهانينا والناموس لك يا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مالك هجن العاصفة وامبراطوريتها
شكرا 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 شكرا. مع هذه الانطلاقة ثلاثة رموز ما شاء الله، وسيف، وهنا سيف آخر، الله، وفيت يا عمو، وفيت يا عمو. سلامي على العاصفة، سلامي العاصفة، راقبوا التوقيت، انطلقوا مع هذه اللحظة، مع هذا الأداء، مع هذه الانطلاقة. الله الله الله، بشر أيها التوقيت، بشر مع هذه اللحظة. عمو مع النهاية، عمو العاصفة تعلن انطلاقها، تعلن تحديها، تعلن تنافسها في هذه اللحظة، وتعبر خط النهاية في هذه الانطلاقة المثيرة. سيف الإماراتي لعمو. المركز الثاني ضوء لهجن العاصفة في المركز الثاني، أيضا متابعة لهذا المسار. المركز الثالث الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الرابع تعود الغارية أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس هناك الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ما شاء الله وتبارك الله، لحظات المباركة، لحظات التكريم، لحظات هنا نتابعها في هذا الحضور الكريم، في هذه المتابعة الكريمة، هنا حضور كريم. هذا إنتاج هذا الفكر الذي جاء بعموه وجاء بمثيلاتها من النخل منجم الأصايل، تعلن أنها سيدة الموقف. 12 دقيقة 8 ثواني وثمان أجزاء من الثانية هو توقيت عموه. تهانينا للعاصفة وهجلها. شكرا واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يعلن هذا الاندفاع وهذا المسار وهذه اللحظة الجميلة المباركة التي انطلق فيها الكل هنا حاملا هذه البداية الأولى لأول سيوف هذا المساء. 12 دقيقة 8 ثواني ثمان من أجزاء من الثانية، وجاء الضوء في المركز الثاني مرافقة لعموه في انطلاقها وفي تواصلها. أيضا جاءت ب 12 دقيقة 14 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية أيضا. تهانينا.